أهلا بكم من جديد. شيخنا، شنو قصة هذه المرأة؟ هذه المرأة كانت مصابة بالكلى، كانت منومة في المستشفى لغسيل الكلى، وكان في معها عبر أبنائها، أبنائهم كلهم بارين الحمد لله، بس هذا الابن كان متعلق كثيرا بوالده، فذهب إلى البيت عشان يغير ملابسه، وفوجئ بالدكتور يتصل به وقال له يعني تعال أمك تعبانة، ما قال له إنه مات، أما جاء لقاها يعني توفت. فكانوا محتارين انهم هم من مكة اصلا، وكانت هي في مستشفى في جدة تغسيل الكلى، ان يودوها تدفن وتجهز في مكة او في جدة، اختلفوا اخوانها اولادها، المهم عشان يلحقوا الصلاة في رمضان، المغرب يصلوا، العشاء، الفطور، بعد التراويح، يريد الله سبحانه وتعالى ان تغسل عندي في المغسلة، جبتها عندي في المغسلة وزهمت على المغسل وجهزتها. قبل ما جو أهلها وأخوانا إحنا يعني بداوا المغسلة تغسل، فاتصلت في أحد الأخوات من جوا، قالت لي يا شيخ في أولادها؟ قلت نعم في جوا أولادها. قالت بسرعة خليهم يخشوا. كيف؟ قالت خليهم يخشوا أنا أروح ورا الستار. ففلان فلان خشوا على والدتهم. هم استغربوا، جو مندفعين يفتكروا في حاجة، فدخلوا على والدتهم، فهي من ورا الستار المغسلة تقول أول شيء انظروا إلى بياض وجه أمكم والنور هذا اللي طالع من وجهها. ثاني حاجة قالت أن دعمتكم عشان تشوفوا إصبعها، يعني كما ذكرت نعم بالشهادة، يعني قبل ما تموت وهي إصبعها كده بالشهادة تبي تبشرهم تبي تطمنهم. فطبعا شافوا المنظر كلهم بكوا ونزلوا من المغسل وكلهم يبكوا. فأنا قلت لها هذه الأمة ما أمكم ما تبكوا لها، تفرحوا لها. يعني لو مو عيب أقول لكم زغرطوا لها، مش تبكوا لها. يعني قالوا يعني نسمع الكلام ايوه، لكن نشوفه بعيننا كده حكايه كذا واحد من الشاهد في هذه القصه يا شيخ، انه في اليوم هذا اللي وديناها مكه عشان يصلوا عليها، وقفوا صلاه التراويح، وقفوا الامام وصلى عليها، كانت هي المراه الوحيده او الجنازه الوحيده اللي صلى، نزل الامام لتحت عشان يصلي عليها. والشاهد اكثر من ذلك انها دفنت في حجره السيده خديجه، وكانت هي اخر وحده. طبعا ما في عشان لا يعتقد الاخوان ان هناك في دليل افضليه دفن ولا، لكن يعني من الكرامات ما نحسب لها انه خلاص نحسب انه هذه الميته انها في الجنه او في النار، من الكرامات انها دفنت، وهذه الحجره حجره السيده خديجه تفتح في السنه مره، في رمضان فقط تفتح، ودفنت هذه المراه في الحجره حق سيدنا خديجه، وهي اخر جنازه ثاني يوم اقفلت عبدكم. نسال الله يحسن خواتيمنا ويجعلنا من الصالحين. شيخ، في ناس كثيرين لما تقول اصلي تو الناس وتو الناس، لما اكبر، لما يخلص رمضان، لما ما ادري ايش. نعم، الصلاه لها واقع يا شيخ. نعم الله يجزيك. هذه عندي قصتين، قصه لابد ان اذكرها وقصه نختم فيها هذا اللقاء المبارك باذن الله تعالى. القصه هذه انهم احضروا لي جنازه شاب في الساعه 10 الصبح، يعني عمره حوالي 38 سنه، عادي كاي جنازه، قلت دخلوها نجهزها دحين شوي. وفجأة إن تخش زوجته عندي في المكتب، ممنوع دخول الحريم جوة المقابر. فجيت لها قلت يا أخي ليش تدخل هذا؟ إيش تبغى مني؟ قالت هذه زوجة المقابر. قلت طيب إيش تبغى؟ قالت تبغى تكلمك. قلت أنا أخرج لها، ما تخش المقبرة، أنا أخرج لها تكلمني من السيارة من قال ضروري يا شيخ. قلت أهو أنا خارج معاكم. إيش في يا أختي؟ كيف تجي المقبرة؟ قلت ما شفت جزء. قالت يا شيخ أبغاك في كلمة سر بيني وبينك. قلت نحن الآن في موت وتقولي كلمة سر؟ قالت نعم يخص الميت. نعم تفضلي. قالت يا شيخ ترى جوزي مات على جنابة. كيف؟ قالت جوزي مات على جنابة. كيف مات على جنابة؟ قال يا شيخ بعد سمع الأذان، سمع أذان الفجر وأنا أقول له قوم تروش، قوم اغتسل، قوم استحمى عشان تصلي، عشان تصلي وتنام، ما تجيك لا كوابيس ولا شيء، تكون في ذمة الله انت طاهر. فرفض، يقول له طيب شويه شويه شويه، الى ان قامت في الصبح عشان تجهز له الفطور وجدت ميت. الله اكبر. ليس كذا، هي ما قبل تبلغني راحت بلغت ابوه وبلغت امه وبلغت اهلها كله، فصارت كل واحد يجي يقول لي يا شيخ ترى الرجل على جنابه، يا شيخ الرجل طلع على جنابه. قلت يا اخي اتقوا الله يا اخي،
نحن حنغسل غسل كامل، غسل جنابة، غسل صلاة، غسل وضوء، كل غسل. الميت المسلم لا ينجس أبدا. غسل غسل كامل، ايش هذا؟ فضحت الميت، صار كل واحد يجي يقول لي لغايه صار المغسله كل واحد بيشكوا ايش اللي بيقوله للشيخ. هو المشكله مو في جنابته، المشكله في انه سمع الاذان. نعم، هنا المشكله. دحين يدوروا على الجنابه وسمع، يعني العبره اعترضوا من العبره انه قاعده تزكن عليها هذه الزوجه الصالحه، تزكن عليها، قوم صلي، سامع الاذان قوم اغتسل، استحمى، تروش. الله العافية، ايش كثرهم يا شيخ اللي تقول له يا اخي ايش ما تصلي؟ ان شاء الله لما اكبر، لما اقوم من النوم، لم اخي يمني على الله سبحانه وتعالى. خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه. يمني على الله سبحانه وتعالى انه حيعطي له عمر، زي ما ذكر فضيل الشيخ كثير من الاخوان والشباب اللي نمسكهم يقول لك لما ابلغ عمر 60، لما ابلغ 50، ان شاء الله في رمضان لما اتزوج، في الحج، في اول السنه. يا اخي تدري الموت الفجاه اللي حذر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انت تضمن نفسك انك حتعيش لبكره؟ تمني تضحك على نفسه، يعني يجيب المرايه هذا اللي تارك الصلاه او اللي باخر الصلاه، يجيب المرايه ويكلم نفسه في الكلام هذا، هل هو بيضحك على ربنا ولا بيضحك على نفسه؟ شيخ، بما ان احنا في نهايه هذه الحلقات الثلاث، شيخ اظن عندك قصه تريد ان تختم فيها. نعم، تكمل لهذه القصه. شاب يا شيخ، شاب في مقتبل العمر، كان يلعب كوره. لسه هذه القصه جديده، كان يلعب كوره. وحس قبل الأذان بنص ساعة إنه الأذان حيأذن، قام استأذن وقف، قالوا له باقي على الأذان نص ساعة، قال نص ساعة أنا كل تراب، أبغى أغتسل، تروش، استحمى، أتوضأ وأروح المسجد نظهر. فيقولوا يا شيخ، هذا بيقولوا أصحابه، يقول له جاء عند طرف المرعب واتكى على السيارة، حط يده على السيارة كده، شعر بنغزة في صدره، فزعم يا فلان تعال، قال له ايش بقى؟ قال له شاعر بنغزه في صدري، اديني مويه، ابغى مويه. فجابوا له مويه بسرعه، جابوا له الكاسه قاروره المويه الصحه الصغيره، وحاسله يعني الشاب هذا. شوف قصته في الاخير من لسان والده ووالدته، يعني شيء يبكي يا شيخ. لما جابوا له المويه قبل يرفعها على فمه، قاروره قبل يرفعها، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما كمل القتال، يزوى على كبه تسليما، نطق الشهادة وآخر كلمة ومات. إيش الشاهد في القصة هذه؟ الشاهد القصة هذا إنه هذا الشاب عريس باقي له شهر بيجهز بيته، وجايبين له تصريح من زوجه من قريبته من دولة عربية، جايبين له التصريح وفرحان، ووحيد أمه وأبوه. كلموني أجي عنده في البيت عشان أجهزه. دخلت عليه في غرفة وهو بملابسه الرياضية، حتى الشراب ما خلعوا منه. إيش الشاهد في القصة دي؟ والله يا شيخ أقلبه في يدي وأتذكر إنه كان يلعب زي الحصان مع زملائه، والآن جثة هامدة، وبكرة أنا، وبكرة أنت، وبكرة فلان، فين عدينا لهذا؟ وتخش أمه يا شيخ تلطم فيها، تلطم في خدها، واللطم من الجاهلية. الجاهلية، لكن الموقف كان محزن. إيش تقول له؟ تهزه تمسكه من حوائجه، تقول له قوم يا فلان، أنت ما أنت ميت، أنت دوبك تاكل تعرف، مو مصدقة. تقول له أنت دوبك قاعد تاكل معاه، أنت ما أنت ميت. يعني كل الواقفين اتاثروا ببكائهم، تخبط فيه، تقول له انت ما انت ميت، قوم. يعني كان منظر رهيب. تقول له قوم، عروستك جايه بعد شهر، عفشك جاهز، السياره اللي طلبتها من ابوك جاهزه، فين حبيبك؟ كان منظر لا يستطيع أحد تحمله، لكن أسأل الله العظيم أن يكون من أهل الصلاح وبار لوالديه، وأن يحسن خاتمتنا في الدنيا والآخرة. شكرك شيخ، شكرا جزيلا على صبرك ويانا في الثلاث حلقات. يا أخوان، ترى هذه نهاية الدنيا، هذا مصيرنا، هذه حياتنا، وهكذا تنتهي. إما تنتهي والعياذ بالله بسوء خاتمة،
تسود وجوه وتبيض وجوه، أو تكون بحسن خاتمة مثل هذا الشاب خرج لأجل الصلاة، كان يقدر يلعب، كان يقدر يطوفها، كان يقدر يأجلها ويأخرها، لكن شوف رحمة الله فيه، شوف آماله وأحلامه الشهر القادم يتزوج، لكن الموت أقرب. لا تقول أنا بليلة القدر أو بعد رمضان أو بكرة، تضمن بكرة؟ تضمن تشوف غروب الشمس أو طلوعها؟ والله ما في أحد فيني أضمن. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. القصص اللي ذكرناها ترى مو تسلية، لازم تهزنا من الداخل تجعلنا نتغير. ربنا غفور رحيم، الله رحمن، اللي يتوب توبة صادقة يبدل كل سيئاته حسنات، لكن يريد منا أن نتقدم خطوة، أن نبذل شيئا، أن نفعل شيئا لله سبحانه وتعالى. قبرك ترى هذا بيتك، الحفرة هذه ترى هذا مسكنك، أثث مسكنك، ابن لهذه الحفرة، استعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.